الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد ما تكلمنا على كيفاش يمكننا نقراو اللغة الإسبانية والتكوين المهني والماستر هنايا بإسبانيا، كيفاش نبريباريو الفيزا ديال الدراسة ديالنا في المغرب، شنو هما الشروط والورقات اللي كنحتاجو، تكلمنا كذلك كيفاش نحولوا الفيزا ديالنا من السياحة للدراسة عن طريق اللغة. والموضوع ديال هذا الفيديو غادي نتكلم لكم كيفاش يمكن لينا نحولوا الفيزا ديالنا الى بغينا نقراو الغرادو سيبيريور. الغرادو سيبيريور كيختلف على اللغه، ماشي بزاف ولكن في بعض النقاط. علاش؟ لان انت الفيزا ديالك تقدر تكون عندك في واحد الوقت اللي ما كيكونش التسجيل في التكوين المهني. كما كتعرفوا ان التكوين المهني كيبدا التسجيل ديالو في شهر 5، ومني كنبغيو ندفعوا الدوسي ديالنا لمكتب الهجره ما كندفعوش بالبري انسكريبسيون، يعني راني غير متسجل واش غيجاوبوني ولا لا، كندفعوا بالماتريكولا، يعني صافي تقبلنا في داك التكوين المهني ومشينا تسجلنا وصافي مقبولين وعندنا الفيتشا. الاثنين الجاي 9 في شهر 9 2024 غادي نبداو الدراسه ديالنا في الكرادو سيبيري. هذه هي الماتريكولا اللي كتقبل. شنو كنحتاجو في الدوسي ديالنا باش نبدلو الفيزا من السياحه للدراسه؟ كما تكلمت في اللغه، الفيزا اكثر من 45 يوم ولا فيها 45 يوم، باسابور ديالنا من المغرب كنجيبو حسن السيره ترجمه لابوستيل، شهادة سكنة، شهادة طبية، تأمين صحي، حساب بنكي كذلك تكلمت عليه سواء في المغرب ولا هنا في إسبانيا. ولكن النقطة المهمة هنايا باش تقرا في الغرادو سيبيريور ضروري تكون عندك البكالوريا. إذا كنتي هنا في إسبانيا ضروري تكون عندك شهادة البكالوريا باش تدفع بالغرادو سيبيريور. ولا كنتي باغي تقرا الكرادو ميديو يعني التكوين المهني المتوسط، ضروري يا اما تكون عندك سيزياماني. ومني كنقولوا سيزياماني خاصك دير له المعادله، والمعادله ديال سيزياماني كتحتاج شهاده مدرسيه بلي راه انت قريتي سيزيام نجحتي فيه ولا قريتي البكالوريا وما نجحتيش فيها، يعني عندك مستوى دراسي ديال سيزيام، كدير المعادله شهاده مدرسيه بلابوستيل، نقاط ديال السانكيام سيزيام، ولا كنتي قريتي البكالوريا وما نجحتيش فيها، المهم بيان النقاط ديال المسار الدراسي ديالك، لابوستيل ترجمه كديرلو المعادله باش تربح الوقت. التسجيل كيكون في شهر 5، ملي غتمشي لمركز التكوين تبغي تسجل في الكرادو ميديو غيقول لك واش عندك الايسو، واش عندك السيزياماني ولا ناجح في التاسعة ولا وصلتي للسانكياماني، غيقبلوك. ما عندكش معادلة غيقول لك اسمح لي، المعادلة كتاخذ الوقت. إذا كنت قادر أنك ديرها في المغرب مزيان، بريباريها من دابا. ولا على فكرة كنت غدير المعادلة في المغرب راه ساهلة في القنصلية الإسبانية، الوراق ملي كتجيبو من إسبانيا راه كتبقى المدة الصلاحية ديالهم 3 شهور وكيت إكسبيراو مكيبقاوش صالحين. تسجل في كرادو سيبيريور ضروري المعادلة ديال البكالوريا. إلا جابتك الظروف وكنتي هنا في إسبانيا وما درتيش المعادلة، على الأقل على الأقل على الأقل وأضعف الإيمان تكون عندك البكالوريا الأصلية والنقاط، دير ليهم لابوستيل ومترجمين ولا لابوستيل باش تربح الوقت. كدير الترجمة وكتكري كتدبر على شهادة السكنة ديالك باش تدفع المعادلة هنا في إسبانيا. ملي كتدفع المعادلة ديالك 3 شهور كتخرج، كنتكلم أنا على الجهة هنايا فين ساكن باسك. المهم هو كيعطيوك داك البولانتي، داك لاكيزيسيون، داك الريسيبو، داك الروسيب اللي راك دفعتي، هذا كدير فيه تسجل فيه في الكرادو سيبيريور، وكتاخد الماتريكولا وكتزيدها للدوسي ديالك كامل، وكتدفع كذلك المكتب الهجرة، يا إما تدفع بوحدك يا إما يدفع لك محامي يا إما خيستور يا إما أسيستور يا إما شي صاحبك، المهم دفعو بطريقة صحيحة. شحال كيتعطل كل مكتب الهجرة وشحال كيتعطل المدة ديالو؟ بيلباو شهر ونص.
طوليدو تقدر توصل لك لشهر، مدريد الله اعلم تقدر شهرين، كل مدينه والمده ديالها. كيعطوك بطاقه الاقامه، سمعوني الاخوان، كيعطوك بطاقه الاقامه فيها الخدمه، يعني كتقرا وكتخدم، عندك 30 ساعه في الاسبوع. والقانون اللي غادي يدخل حيز التنفيذ ان شاء الله على ما قالت الوزيره ديال الهجره إلما سايس في اواخر اكتوبر، الا كنتي غتقرا الكرادو سوبيريور عامين غتاخذ بطاقه الاقامه المده ديالها على سنتين، وهذا افونتاج. الا كنتي غتجي وتلتحق بالجامعه وتقرا 4 سنين في الجامعه تاخذ بطاقه الاقامه ديال 4 سنين، وهذا افونتاج بزاف بزاف. بالنسبه للناس اللي كتسول على واش مني غادي نبغي نجدد ولا نبغي ندير البروروغا ولا الرينوفاسيون، فهمها كما بغيتي. يعني عندي الاستانسيه بطاقه ديالي وبغيت نقرا العام الجاي، واش ثاني كيطلبوا لي 8 ديال المليون من جديد؟ غادي نبارطاجي معكم انا تجربه ديال واحد السيد، حنا درنا له البروروغا، حنا درنا له البروروغا ديال الاقامه ديال الطالب. انت نهار كتمشي تبلوكي ولا كتحط في البنك هذيك 8 ديال المليون، شنو المعنى ديالها؟ ان هاد 8 ديال المليون هما باش غادي نعيش هاد المده اللي غنقرا في اسبانيا. 8 ديال المليون هي تقريبا 600 الاورو في الشهر، جابت لك شي 7600 في 7 شهور ولا 8 شهور. هاد المده اللي غنقرا في اسبانيا ها الفلوس باش غادي نصرف. يعني انت غتكون ذكي، خاص الحساب البنكي ديالك يبان انك انت كل شهر كتكونسومي واحد 600 الاورو، ولا كل شهر كتدخلك 600 الاورو. الا خليتي الفلوس في المغرب خاص كل شهر كتدخلك 600 الاورو، باش ملي كتبغي دير تجدد انت الاوراق ديالك ديال الدراسه كيقول لك جيب لي لي غولوفي بونكير، جيب لي الكشوفات البنكيه، يلا جيب لي الكشوفات البنكيه باش كنتي عايش انت هنا في اسبانيا، باش بين لي باش كنتي عايش. كتجي كتجيب له كشف الحساب البنكي ديالك ان كل شهر كانت كتدخلك 600 الاورو. يعني السيد عنده الفلوس باش كان عايش، باش غتعيش العام الجاي. هنايا انت خاصك تكون شويه ذكي، الا قلبتي على خدمه كما دار الصديق اسماعيل، جاب بري كونتراتو، جاب واحد بري كونتراتو وجاب داكشي باش عاش العام اللي داز واحد شويه. المهم ماشي زعما كان كيصرف بزاف، ودفع البروروغا شهرين، جاوبوه عطوه بطاقه الاقامه عاوتاني ديال الطالب. علاش انا كنقول لكم الانسان اذا دفع باللغه يحاول شي واحد يدير له اوتوريزاسيون الخدمه باش يخدم، باش يعاون راسو. علاش كنقول لك انا مثلا تحاول تقلب على سكن جامعي باش ينقصوا عليك المصاريف ديال الدراسه ديال الكرا؟ علاش نقول التكوين المهني راه فيه الخدمه؟ لانك تقرا وتخدم، انت اصلا عندك الفلوس باش غادي تصرف على راسك. ملي غتخدم راه غادي تجمع، راه الناس راه كتخدم، راه السميك هنا في اسبانيا 1134 اورو، راه مليون و1000 درهم. انت كتقرا ومستافد من السكن، ولا كاري بواحد الثمن اللي رخيص، كاري بواحد الثمن ديال 300 اورو ولا 400 اورو، راك خدام ب 700 ولا ب 800. وخاصك دير في بالك انك راك جاي لهنا باش تقرا، يعني خاصك تجمع فلوس باش تحتاجهم. الا كنتي جاي لهنايا باش دير القرايه غير انني كنقرا باش نبقى شاد دوك الوريقات ونبقى ندور ونتسركال والسيلفيات ونتصور والشعورات وكذا، راه ما غدير والو، لان هادشي كيتقادى. لان الحياه ديال هاد الناس هنايا حياتهم هكاك، ديما هما الشعورات، هذيك هي لافي ديالهم، هما احرار فيها، ما عندنا بهم حتى شي علاقه. الا تبعتي داكشي ومشيتي للهويه، يعني راه خاصك تركز على الهدف اللي جيتي لهنايا. الهدف هو جيتي له باش تقرا، خاصك تقرا وتخدم، تخدم باش توفر باش تعيش، باش تعيش بخير. تقرا مكونسونطري مزيان على القرايه ديالك، نقي واكل شرب لابس بخير، معاون والديك مره عطيهم، لان هذاك واجب عليك لانهم ولادك، عندك عائلتك حتى هي كذلك، وهذوك والديك عندك ولادك
تهلا فيهم، عندك مراتك، عندك كلشي. هادشي اللي كنقول كيبان شفويا ساهل، كي يعني اي واحد يديرو، ولكن ملي كتجي دير له التطبيق على ارض الواقع راه فيه صعوبات، ولكن من رحم الصعوبات كيخرجوا الرجال، لان الانسان اللي ما عاش الصعوبات ما يمكنش يوصل. وانتم كتعرفوا نماذج، كتعرفوا نماذج، وعندكم اصدقاء وعندكم ولاد الناس، جيرانكم وصحابكم، شحال من واحد جاي يقرا لهم ما دار والو، لا جا بقى دافع على لو مالو كيدور حتى نهار كيبغي يبدل، وملي كتلقى هو النيبالا كتلقى غير والديه اللي كيسولوا عليه، راه ولدي راه جا تسجل في الجامعه ولكن ما مشاش يقرا، واش دابا واش غيضيعوا ليها ولدي الاوراق، واش غيردوه؟ شتي فين كيوصل الوالديه؟ في واحد الهم كيبقاو يفكروا له، هما هز ليه الهم والستريس، هو كاع مصور. المهم الاخوان، يمكن انا بارطاجيت معكم جميع المعلومات، هادشي اللي كنقول لكم يمكن لكم ديروه لراسكم بلا ما توكلوا حتى شي واحد، ديروه لراسكم وغادي يطلعوا عليكم تكاليف شويه ناقصه. انا اللي نقول لكم، انا الله يستر لكم، الله يوصلكم لداكشي اللي بغيتو. وهادشي اللي كان الاخوان، يعني اللي بغى يتعامل معنا مرحبا، اللي بغى يتعامل مع شي واحد اخر مرحبا. انا كنقول لك راه تقدر دير هادشي لراسك غير بوحدك، تقدر دير هادشي لراسك غير بوحدك، غير حاول انك ما ترتكب شي خطا اللي يجعلو يرفضولك. كنتمنى نكون قلت لكم كلشي، ما كنخبي عليكم والو، انا كنبارطاجي معكم داكشي باش ديروه لراسكم. واللي عنده شي شك وعنده شي حاجه فهاد، اللي عنده شي غموض ولا عنده شي حاجه في راسو كدور، يدخل قلب جوجل، يمشي عند محامي ويخلصو، ويدير معاه واحد الاستشاره ويقول له واش هادشي كاين، واش كاين شي قانون كيقول هادشي، واش هاد البروسيدور. راه ما تخسر والو، غتخسر 40 اورو ولا 50 اورو وغيعطيك جميع المعلومات. انا عطيتهم لك هنا فابور، ولكن الا بغيت تاكد يمكن لك تخلص عليهم 40 اورو ولا 50 اورو عند شي محامي اسباني من طبيعه الحال، ويقدر يعاود لك هادشي اللي قلت لك، ويقدر ما يعطيه لكش، ويقدر يقول لك ما عارفش. وديما ديما مغربة، راه فين ما مشينا كنلقاو مغاربه الحمد لله، لحما ودما وعلما وفكرا وروحا. الله يعاونكم.